اتعب اتعب لكي تنجح. طبعا الكلام للاخر ده، طبعا الكلام لكل الناس، اتعب لكي تنجح. مفيش حاجه بتيجي بالسهل والله يا جماعه، اتعب لكي تنجح، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. عايز تخش دبه جسمك، اعمل رياضه زي ما انا بعمل، ظبط اكلك وقلل من اكلك. بلاش اقول لك يعني ما توقفش الاكل خالص، لا ظبط اكلك. لو كنت تاكل كتير قلل اكلك، بتاكل رز كتير قلل الرز، قلل المكرونه والسكر. لو بتحط 4 معالق سكر حاول انك انت توقف السكر او تحط نص معلقه، سواء كان في الشاي او في القهوه. ف يعني لازم نتعب في الحياه، يعني انت في الاول وفي الاخر هتستفاد كلياقه بدنيه وكحرق دهون ككل حاجه. اشتركوا في القناه، كل ما اجي اقول اشتركوا في القناه للاسف التفاعل نايم، كل ما اقول اعملوا لايكات للاسف ولا لايكات ولا حاجه، فكده مش كويس يا جماعه. انا بدي فيديوهات تهم الناس والله مش هزار، يعني اتفاعلوا زي ما انتم بتتفاعلوا في قنوات ثانيه وبتوصلوا قنوات 2 مليون و10 مليون، خلي القناه بتاعتي توصل ل 3000 4000 5000. والله بنزل حاجات مهمه تهم كل الناس، وخطتها برياضه، لازم الكل يتفاعل. انما عندي في القناه بلاش وشكرا.